يقول السائل: هل التسبيح والتهليل وسائر العبادات تضاعف في الحرم بمئة ألف صلاة؟ هذا لم يرد، ولكن لا شك أن الحسنة تضاعف في الحرم أكثر من غيرها. أما التحديد فهذا يحتاج إلى دليل، أما أنه تضاعف من غير أن نعلم التحديد فهذا نعم، هذا ثابت أن الحسنات تضاعف في الحرم، كما أن السيئات تغلظ في الحرم. من يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فكما أن السيئات تغلظ فالحسنات أيضا تضاعف. نعم.